أنا لارا رفاعي، العمر 43 سنة، من طرابلس شمال لبنان. نحن نشأنا بتراكم جهد من سنوات، يمكن مع بانفجار الوضع الاجتماعي بالبلد من سنة، نقلنا من مستوى لمستوى كتير أعلى مع تحدياتنا، بتحدياتنا لنثبت أنه الشعب اللبناني والشعب الطرابلسي تحديداً هو دايماً واقف جنب بعض وإيدنا بإيد بعض كلياتنا. نحن مبادرة، خليني أقول لك، فردية، نتيجة الصلة الواسعة والعلاقة الواسعة مع محيطنا ومع ناسنا بلبنان وبالمهجر، مع نخوة هيدا المحيط. أساسنا كمبادرتنا منطبخ، منوزع كل يوم وجبات سخنة مع صحن سلطة، هيدا على بشكل يومي، طبعاً مع خبز كل يوم. هيدا بيتوزع، بينطلق من عنا من المركز، منطلع برات المركز ومنوزع بقلب المناطق، خليني أقول لك المتعففة، المناطق المتعففة والناس المتعففة. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا. اليوم طبخة شو هي اليوم؟ اليوم عم نعمل اليوم منسف بلحمة مع الخضرة مع الجزر. عم نشوف هلأ هي عملية تبريد للطعام. يعني أنا بحب بس خلص الطبخة تبعيتي هيدي، بحب نزلها بالصدورة لحتى تأخذ شوية هواء تتقلب، مشان لأنه بدها وقت ساعة أو ساعتين لحتى تتوزع، لحتى اللي بده يأخذ الأكل ما يوصل مخبص معه على البيت، بيوصل الرز بشكل طيب، الرز مرتاح منه مخبص. لهالسبب أنا بفضيه بصدورة وبريحه شوي وخلي الهواء يفوت بقلبه يتهوى، يعني بهالطريقة هيدي. عرفنا كتير على ناس من أجمل الناس وأجمل النفوس، عالم قاعدة بقلب بيتها يمكن ما حدا بيعرف إذا عنده شيء برادة أو ما عنده شيء برادة. قدرنا نقدر نفوت على قلوب الناس مش عبيوتها، قدرنا نلامس قلب هالناس هيدي، وبفضل رب العالمين سبحانه وتعالى هو بيسبب الأشياء بدون سبب. الحمد لله قدرنا نكون أسرة كتير كبيرة بالشمال، فتنا عقلوبة وفتنا عبيوتة، وهن فاتوا عقلوبنا وفاتوا على مركزنا وصاروا من ضمن الناس المستفيدين بشكل يومي من الوجبة السخنة والخبز. مثل ما انك شايف الأوضاع سيئة بالبلد كتير، ومن أسوأ لأسوأ، الوضع الاقتصادي سيء جدا. عم نحاول نقدر نعطي أكثر ما فينا من جهد، وأكثر ما فينا نوسع علاقاتنا، دائرة علاقاتنا، لحتى نضلنا عم نغطي أكبر عدد ممكن من البيوت ومن الأشخاص بهذا الظرف الصعب. يعني اليوم بدي اعتذر منك، بيقصفني اقول انه في ناس فعلا يمكن اذا مطابخ غيرنا ما طبخت، مطبخنا ما طبخ، فعلا في ناس ما عندها اكل، ما قادره حتى تامن لقمه عيشها. بعد ساعتين من العمل المتواصل ينضج طعام الأسر المتعففة هنا في مطبخ السيدة لارا الرفاعي، ليصار بعد ذلك إلى توضيبه ونقله إلى أحياء مدينة طرابلس.
كل يوم يوميا نحن متواجدين بطرابلس عم نأمن وجبات، ممكن نكون بمنطقة الميناء عم نوزع حصص غذائية، ممكن نكون اليوم بعكار عم نوزع تدفئة دفايات مع كمان وجبات. ممكن خليني أقول لك حلمي، حلمي ما يضل في ولا إنسان يمكن محتاج حبة رز. حلمي يكون المجاعة ينقضى عليا، حلمي يكون اليوم كلنا كل إنسان قادر يقدم شيء بهالحياة لأخوه الإنسان بهالظروف الصعبة اللي عم يمرق فيها لبنان والعالم كليته والعالم العربي تحديداً. ما يضل في عنا ولا إنسان جوعان، أقدر أني أحتضن كل المسنين، أقدر أني أحتضن كل الأطفال. أنبل شعور بالدنيا لما بتكون أنت واقف قدام إنسان وحاسس إنه هو محتاج شيء وبدون ما يطلب أنت تكون واقف جنبه فيه، بتحس قديش رب العالمين والسماء عم تضحك لك وأنت عم تعمل شيء رائع.